سلام الخوت. بالنسبه للتيم اللي جات في الفوت في الجروب ديال واتساب اختاروا السد ديال التيم اللي غادي يلعبوا في الاخر. هما عندنا نوريكم الفوت. هانتوما واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة و ستة اللور. كي تشوفوا معنا الدريت هما اللي لاعبين توكسيك جيرلز هما اللي كاينين في الفوت. بالنسبة للسبينين روليت نديروها دابا. يلا لا ان 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 حيد الجيرلز السطح حتى تختاروا السطح ب ب ب ولدك الثلاثة اللي بقاو ديرهم سبينين روليت. هاني نديرو بالدريات ما غاديش يجيو فيهم اصلا. اصلا ناخذ تيم وحده وحده اللي هتدوس ولا عرفتي شنو نحيدو الدريات ديجا جاو يلا سير كليكيت بالغلط ولكن هانيه محسوبه. حبس قبل ما نعرفوا شكون تختار بغينا نقول واحد الحاجه مهمه وتعرفوها. ما بغيت حتى واحد يتقلق على السيستم اللي غادي نبيه في التورنوا فهمتوني. حنا ما بغينا حتى واحد يضيع وهذه ماشي اول تورنوا تكون. باقي زي تورنوا ان شاء الله ديال كاس العرش اللي غديروها ان شاء الله في شهر 7 وغادي يكونوا ماتشات في الوقت هذا كامل. نديروا كل جمعه جوج ماتشات ونرتبوها بيناتنا. اللي بغى يكمل معنا في الليغ مرحبا به واللي ما بغاش اخويا انت حر اش نقول لكم. ولكن بشرط لو بغيتي تكمل معنا في الليغ غادي تكري باج في انستغرام شين في يوتيوب وانتم خمسة ديال اللعابة هات خمسة اللعابة بغيتكم تكريوا ليا كانت انت صار ديروا كليبات خدموا على راسكم افكار بودكاست و... اي حاجة مهم ديروها تحركوا بها الشين. انا نعاونكم بحاجة واحدة هي غادي نستريمي الماتشات ان بروموطي لكم الماتشات في انستغرام. عارفين بروموسيون في الماتشات راه تتكون واحد 120 درهم 80 درهم 90 درهم يعني تحط في السيمانه كابوجي باش نسيبورتيو الدراري ونسيبورتيو الكوميونيتي ديالنا كاول شين اول كيفاش نقولوا اول تي في شو ديال الجيمينغ اي سبور غادي يكون يعني يكون كل جمعه. نبداو بفالورنت من بعد نزيدوا لي جيم اخرين. طولت عليكم في الهضره انتما مزروبين بلا ما تسكيبي حبس لا تسكيبيش الفيديو اسمع ليا. بالنسبه للكاش برايز كلشي معروف يعني ما بغيتش شي واحد يتقلق ولا شي حاجه بحال هكا فهمتوني. و جود لاك للدراري ونش نكملو نشوفو شكون تختار. هادو ديالو الجمال والزهر ديالاش ديال كلشي صافي يعني التيم ديالنا تختار. فرا تكون هي صولي التيم الدري الباقي هذيك الثانيه نديروها في الفوت. دارت بالفوت الصراحه ولكن نسينو غدا باش نكونو سيو ولا عرفتي شنو نديرو قرعه اخرى شكون يلعب هذا مع هذا وهذا مع هذا. يلا سير ريدي الدري ولكن كما كاينش الحماس ماشي نديرو هذا كونتر هذا يعني كليك يونيسان تديروها مغمض عينك تتخرج اول ماتش الكيسان نايتميرز اوف 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 نايتميرز ضد الجوست ميراج ضد المونغوليا الدرية ضد سوني تيم صاد وات ذا فاك ما يمكنش. انتوما انا نقولك الصراحه شكون شي نرشح نربح في هاد الماتشات سير الكيسان نقول اقوى التيمات شفتهم او اقوى التيم شفتها لدابا ميراج انشد هذه رقم واحد. انتم الماتش واحد هذو ماتش جوج هذو ماتش ثلاثة هذو ماتش ربعة ندير القرعة شكون الماتش الاول اللي يلعب واحد جوج ثلاثة اربعة واي الا تا كلشي تدير لي قرعة كلشي مقرعو انا يلا واجدين اخويا الماتش الاول شوف انتم وزهركم شوف لهم كتاب ليكم انتم الاولين لا تقسم او تشو انتم الاولين وا الدريات هما الاولين سير اخاي يلا انت شوف اقل معايا الدريات هما يقصروا النمبر 1
ياك وجد لا 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 اتلعبوا دابا انتم ريحه اسلح ثلاثه شكون هما الثلاثه ميراج وبلان ومونغوليا اوكي داك الشيء غيتم غادي بالعكس صافي كنبل بلا واحد جوجوب اشوف راه ما تجيش فين اصاحبي تما لا لا هادشي قوي تاع انتوما الثالثين شو الماتش الاول هنا بعد غدا غدا نشوفوا الدريات نقول لهم واش يقصروا لنا المهم هذا الماتش الاول الدريات جاوا قصروا هي هذيك ما دازوش سوليتي ما دوز بالبركه ياك من بعدهم ميراج مونغوليا من بعدهم انتوما بعد صافي دابا تقاد الاتاويش كلشي نقاد اليز الدراري باش نقادوا داك الشيء ايوا كنت تشوفوا معنا الدراري اول ماتش يكون هو ديال البنات اوكي توكسيك جيرلز يلعبوا ضد سوليد تيم الماتش الثاني غادي يكون ديال ميراج ومونغول مانغوليان بيك الماتش الثالث ديال بلاك مارك والكيسان الماتش الرابع مايت ميرز ضد فايبر كوست دابا دخلنا في صراع الاساطير ولا ما نقول صراع الاباطير الدراري يلا تهلاو